بعد ختام الدورة التدريبية العلاجية للوقاية من مرض حمى الضنك بالعاصمة المؤقتة عدن، انطلقت على أرض الواقع حملة الرشا الضبابي بمديريتي دار سعد والشيخ عثمان ضمن المرحلة الثانية، مستهدفين خلال المشروع 6 محافظات. الحملة اليوم في مديريتي دار سعد والشيخ عثمان انفذها 30 عام الرش و10 مشرفين و10 سيارات. تأتي هذه الحملة في إطار أنشطة مشروع مكافحة حمى الضنك في 6 محافظات يمنية مستهدفة في 44 مديرية، تم اختيارها بناء على المؤشرات الوبائية لهذه المديريات. المشروع بكلفة 2 مليون دولار. مشروع مكافحة حمى الضنك الذي استهدف 60 مشارك ومشاركة من الكوادر الطبية والفنية العاملة في المركز الصحي، مما يساهم في الحد من انتشار المرض بطرق صحية ومبكرة. تم استكمال المرحلة الثانية في مديريتي التواهي والمنصورة والبريقة، واليوم نحن ندشن المديرية الرابعة تعتبر في المرحلة الثانية. في مقر الرعاية الصحية بمديرية المنصورة انطلق الفريق المشارك في تنفيذ حملة الرش وسط جهود كبيرة ينفذها أكثر من 30 مشاركا على مدار 5 أيام. تدريب 30 متطوع من الشباب على التعامل وصيانة المرشات المستخدمة في المكافحة، بحيث تكون لدينا بنية تحتية مكونة من 30 فرد أو متطوعين شاب متطوع جاهز للاستجابة لأي طارئ في كل مديرية من مديريات المحافظة، سواء كان في عدن أو في لحج أو في المحافظات الأخرى المستهدفة بهذا المشروع. ترحيب منقطع النظير تتلقاها الفرق الميدانية التي تستهدف فيها الأماكن العامة والأحياء المكتظة بالسكان، والتي يتوقع فيها وجود بؤر للبعوض الناقلة لحمى الضنك. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.